السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة الفقر، الجوع، الظلم، الأمهات، الآباء، الفقراء، الأطفال، الرز، السكر، حليب الأطفال. عنوان طويل. صلاة يا أحباب بالله، يعلم الله قديش مقدار الحزن اللي في قلبي على أمة العرب، وأسفة على اللي بصير على أفضل الناس، وقلبي متقطع عليهم. وحياة الله يا أحباب بالله، ليش؟ ليش إحنا بحالة زي هيك؟ ليش في فقر في مصر، ودمار في سوريا، وجوع نسوان؟ أنا طلعت على اليوتيوب على مصر والبلاد العربية، كلهم بيشكوا. المرأة بتقول كيف يطعمين، كيف أنا عندي 4 أولاد بدهم يروحوا على المدارس، كل يوم بيومه هم كبير عندهم، كيف بدهم يطعموه بس أكل، كيف بدهم يشربوهم، كيف بدهم يلبسوهم، كيف بدهم يعطوه مصروف يروح على المدرسة، كيف بدهم يدفعوا أجار البيت. طلعت على التلفزيون على اليوتيوب، واحد حرق حاله لأنه اتهموه ظلم بالسرقة، وبدهم يطلعوه من البيت، وواحد تبع تيك توك جن من الجوع والعطش، وبالصعيد وفي مصر وبالعراق تشرد وحروب ودمار، وبسوريا الناس تهرد دمرت، وباليمن وببلادنا العربية، إشي بخلي الواحد والله بده ينجن. كل العالم عايشين في سعادة إلا المسلمين العرب، انسى المسلمين غير العرب، أنا بحكي العرب، المسلمين العرب بس. تجمعت علينا الأرض من جميع الجبهات، كثروا الأعداء، وإحنا مشكلتنا بنعادي بعضنا البعض. يا أحباب الله، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما بدكم تعيشوا حياة أمينة. والله والله يا أحباب الله، أنا عايش في بلد غربي، بأخذ بنتي الصغيرة وأوديها على ملعب تلعب فيه، بشتري لها فستان، بجيب لها لعبي، والله قلبي متقطع على الأطفال اللي ما مش قادر. بقول سبحان الله سبحان الله، يعني والله العظيم لو في غير وعنده أنانية أنا عايش بأعظم حياة، بس والله حياة جحيم. والله يا أحباب بالله، أنا صار لي 6 أيام ما أكلت يمكن رغيف، رغيف ونص خبز، 6 أيام. هدفين هو هدف بدي أنحف حالي أنا، وهدف والله حزنا على اللي بصير. مش أنا أكون صادق معكم، أنا بلعب رياضة بدي أحسن جسدي، بس مش السبب الوحيد عن عدم الأكل إنه الرياضة أو التنحيف أو تخسير الجسد، لا والله. والله مرة كنت جاي من الشغل وقلت لزوجي تسوي لي، جاء بالليل متأخر يعني، أنا بشتغل كنت أيام كنت أشتغل، قلت لها سوي لي دجاج هيك مشوية وشوية بطاطا مقلية وسلطة وكذا، وجابت لي. والله قاعد بطلع على التلفزيون كانوا جايبين عن الصومال ومجاعة الصومال، وشفت الفقراء هذول الأطفال اللي بطنه منفوخ وعظام، وتلاقيهم يجيب الأكل، والله ما باكل. والله بتمر علي أيام كثيرة بقعد 3 أيام بدون أكل قهرا على اللي بصير على أمة الإسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا لما أشوف امرأة كبيرة في العمر تشكي، بتقول من وين بدي أطعم أولادي، من وين بدي ألبس أولادي، من وين بدي أسوي، والله بحسها أمي أو أختي أو بنتي. لما أشوف واحد رجل كبير في العمر بيشتغل وبعرض حالة البير ولسه عمره 60-70 سنة مشان يطعم أولاده، ببيع قاعد ببيع في الشوارع، ومع ذلك ممنوعه يبيع، بتقطع قلبي. فشوفوا أبوي
وشاب قاعد بطلب توظف وظيفة درس وتعب وأهلي عليه ومش قادر يدرس مش قادر يشتغل تقطع قلبي علي. بنت محرومة من الزواج لأنه أبوها مغلي مهرها مش مسهل أمرها بتقطع قلبي عليها. بقول هاي زي أختي أو بنتي والله الله شاهد على ما أقول. بتطلع على الشباب بدهم يتجوزوا مش قادرين، البنات بدهم يتزوجوا مش قادرين لأنه بدهم اللي بده يتزوج مسؤولية، بده يكون عنده بيت، بده يستأجر بيت، يكون معاه أجار البيت ويأثث بيته ويجيب أكل وطعام لزوجته ويستر عليها. شباب كثيرين صار الواحد إذا بده يتزوج يتزوج بعد 30 و40 كثر الزنا كثر الوساخة عشان الظلم. وشو السبب هالمجرمين اللي متمسكين بأمورنا أصحاب الأموال المليارات الأغنياء اللي ما بخافوا رب العالمين ولكوا المال تبعكم أنا تأخذوا معكم على القبر والله لا يكون عليكم حصرة والله لا تحاسبوا حسابا عسيرا. قلبه تقطع على بصيره. أطفال صغار بيبكوا ليل نهار بدون حليب ما فيش حليب. المشردين في سوريا هذول والناس بتطلعوا عليهم وبالعراق حرب من السبعينات لحد الآن ومن القرن بداية القرن لحد الآن وإحنا في ظل هوان. إمتى يا رب بدك تفرج علينا يا أرحم الراحمين؟ إمتى كلنا متفرجين كنا متفرجين والله رب العالمين غير حاسبنا أجمعين. اللي ما بسعى في الإصلاح وبحاول يساعد إن بالكلام إذا عنده مادة بالمادة بالسلطان يحاول يعدل بين الناس إلا يحاسب حسابا عسيرا أمام الله يوم القيامة والله يذلهم أجمعين. أشوف نساء في فلسطين يهانوا لابسين حجاب يضربهم الجيش اليهودي يسقط على راسهم اللباس يمنعوا الناس عن الصلاة دبابة ضد حجر طائرات روسية تخصف المساكين دمرت حلب خلتها قطعة تراب. وهسع الموصل دمار في الموصل دائمت الدم دائمت سفك الدماء. احنا مش بشر ما لنا حق نعيش زي الناس ما بتعيش. والله يا رب هي قدامكم بقول لرب العالمين اللهم إذا أنا بقدم لك جسمي روحي خذها بس انقذ هالناس المساكين هذول لأن تضحية واحد في سعادة البشرية والله ما هو ثمن غالي. انقهر الواحد بطلع الفنام والله يا أحباب الله ما بنام إلا بالمخدرات الفاليوم وحبوب المنومات. كل ما أفتح على الأخبار كل ما أطلع على اليوتيوب كلها إما فضايح وكفر بالله دعارة وتعري أو تطاول على الله ورسوله أو ذل هوان وتشريد وسفك دماء واغتصابات وظلم وفقر. مش لاقي خبر واحد يسمع يفرح القلب. كل يوم بصحى من النوم بقول عسى إن اليوم رب العالمين يفرج علينا نشوف إشي برفع الرأس إشي بكبر بخلي واحد يفرح. بتروح على الشعب العربي بطل يضحك الشعب العربي دائما مكشر لأنه أحلامهم تدمرت واقعهم دمار حتى أحلامهم صارت كوابيس. بطل الواحد يشوف الخير في أي شيء كله بسبب الظلم هذا اللي فشى في الأرض والجور وحب الذات. إما يكون الواحد كافر زنديق ويسوي السبع وذمتها وإما يكون الواحد مظلوم ومدعوس على رأسه. سبحان الله أهل الكفر عايشين مبسوطين وأهل الإيمان قهر وحزن وفقر وجوع. إحنا عارفين أن الله على كل شيء قدير وأنه في ابتلاءات بس يا عمي أجيال راحت جيل ورا جيل قاعد بروح لأنت بنظلنا إحنا مستمرين في الحالة اللي إحنا فيها.
لازم تتغير الحالة يا أخواني بالله، لازم الناس تصحى تستيقظ. خلينا نرجع على القرآن الكريم ونقول رب العالمين شو بحكي. سورة المرسلات 25 و26 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الله جعل الأرض كافي للجميع، للأحياء والأموات، بس الناس صار الواحد بده يندفن مش لاقي حق، بده صار هم عنده كيف بده إيش يدفع مصاري يشتغل ويتعب مشان يدبر له قبر يندفن فيه. حتى الموت صار غالي على الناس، سعره غالي، هم بده ياخذ رخصه، بده يدفع الغرامي وحق الارض اللي دفن فيها الارض، والارض كلها لله سبحانه وتعالى. الله ينتقم منكم يا اللي ما بتخافوا رب العالمين. يا عم اذا بموت انا لا تدفنوني يا عم، كبوني في البحر، خلي هالاسماك تاكلني. بطل الواحد يفكر. عند الغرب دعايات ادفع مبلغ صغير مشان امان، مشان يحفر لك جوره في الارض. صارت عند العرب نفس الشغل، الناس بدهم ايش يدفن واحد، مشكله. حتى الموت مشكله صارت. الله سبحانه وتعالى بقول لك: ألم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. ضيقتوها علينا، صار واحد بيشتري له بيت بسواش ذره، تسمعوا اسعار خياليه، ايش بقول لك؟ مليون، نص مليون، 200,000، 150,000. يلعن ابو امهاتكم يا مجرمين. لا تزعلوا مني، والله العظيم، والله العظيم لو صحيح لابسكم ادعس على رسل كلهم. ليش البيوت غالية؟ ليش اللحم غالي؟ الناس مش قادرين ياكلوا لحمي، لانه المجرمين هم اللي قائمين في الاعمال هاي. ولا حق البني ادم ياكل ويشرب ويسكن؟ الحمار عنده مسكن، الكلب عنده مسكن، النملي، الصرصور، الذباني، الحشره، الافعى لها مسكن، الخنزير له مسكن، القرد له مسكن، الا بني ادم. صار هم الواحد يلاقي مسكن، صار هم يلاقي واحد وظيفه يشتغل فيها. ليش؟ لانه وسطات. هذا بعرف هذا وهذا بعرف هذا، شغله هذا وشغله هذا. الاكل، عمركم شفتوا طيور بروحوا بيشتغلوا؟ الحيوانات بروحوا بيشتغلوا عايشين سبحان الله، لانه ما في ظالم يظلمهم. بس احنا محرومين الاكل، محرومين اللبس، محرومين الشرب، محرومين المسكن، محرومين الزواج. عمركم شفتوا حدا بمنع بس او كلب او اسد او حمار او بغل او مش بغل او حصان او جمل يتزوج الذكر الانثى الا عند البشر؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله. ما بيخافوا رب العالمين هذول الناس. الله ينتقم من كل واحد مجرم، الله ينتقم من كل طاغي، الله ينتقم من كل واحد بعسرها على المساكين والفقراء. شو استفاد ابن الحرام بشار الاسد هذا؟ مشان يقعد على كرسي الله يلعنه ويلعن ابوه ويلعن ابو اللي خلفه. ذبح ملايين الناس الله ينتقم منه. استعان باعداء الله وقول على حاله مسلم، هذا علوي نصيري كافر زنديق. ولعنة الله على كل من حبه، ولعنة الله على كل من لم يلعنه. تقول لعان، بدي ألعن، سبيت بدي سبب، فجرت أنا من اللي بشوفه يا ناس. السيسي هذا ابن الحرام، والله إذا بتدوروا على دمه وبتفحصوه إنه يطلع يهودي. شيطان مجرم تافه حقير، جوع بلده، رز ما في، سكر ما في، حليب ما في، حتى الجبنة هاي المشي بسموها هاي اللي أكلت الفقراء مش قادر، صار كيلو زي سمعت من مرة تقول 25 جنيه. صار الدولار الأمريكي 16 جنيه. الله ينتقم منك يا سيسي.
ولك أخذت عشرات المليارات من السعودية ومن الإمارات ومن دول الخليج، حتى من الشعب استفاد منهم غيرك أنت وقادة الجيش هذول المجرمين أمثالك والوزراء والقضاء الملعونين اللي باعوا ربهم ودينهم، ابلعوا والله لا تكونوا حطب جهنم. يقول ابن عصب والله يا عم طفح الكيل طفح الكيل. اشرب القهوة ايش يصلح تشوف مرة زي امك ما بعندكم الناس ما عندهم كرامة ما عندهم ما في قلبهم رحمة ما بتدمع عيونكم انتم ولا قلبكم صخر صارت تشوفوا امرأة قد امك تشحل في الشارع يا زلمة طفل صغير بيبكي من الجوع واحد بيحرق حاله مسلمين احنا يا ناس هاي بلد اسلام وبتمجدوا في السيسي السيسي وميسي خليته اله والمنقذ الله يلعنه وينتقم منه وجاه رب العالمين الله ان شاء الله بنشوفه معلق مشنوق قدام الناس كلها هو بشار الكلب وحسن نصر الله الكلب وحكام ايران المجرمين وكل واحد بحب الشر للاسلام والمسلمين بلاد الكفر هذول الظلمه ما خافوش الله امريكا مستعده تكب الرز والسكر والطحين واللحوم وتخربها مشان تحافظ على الاسعار الله ينتقم منها ولكن الرز بتكب يعطينا الفقراء والمساكين بدل ما الناس بموتوا اعمل عمل خير في حياتك وروسيا المجرمه هاي اللي اجرمت في بلدها اكثر من 20 30 مليون روس انذبحوا من ايام الحرب العالميه الاولى لحد الان مجرمين بيعرفوش الله ما فيش بقلبهم رحمة هذول هذول الحكام أنا ببحكي عن الشعوب الشعوب مساكين في منهم كثير مساكين بس الحكام الله ينتقم منهم هذول شو دخلك بسوريا تروح تجيب طائرات وتنسف الأبرياء وانت يا إيران الشيطاني شو لك في سوريا وفي اليمن وغيره وغيراته في ناس سبحان الله خلقوا بس للفساد وهلك الحرث والنسل وين العدل يعني؟ ما في عدل في الأرض؟ سورة البقرة 188 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أنتم قاعدين تأكلوا أموال الناس وبتأكلوا أموال الشعب والفقراء والمساكين بينكم بالباطل وبتعطوها للحكام الله ينتقم منكم بجاه رب العالمين ولك بدك تاكل كل بدك تسرق اسرق يا حاكم يا مجرم بس يا اخي طعم اقسم المال نصين نص للشعب ونص لك لا انت بدك كل المال لك والله لا يرد الشعب والشعب بسقف لك اول ما بلشت واسع بعض اصبعه واصابعه الندم حكام الظلم ما بيعرفوش الله ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل والله كل أكلكم وشربكم ولبسكم حرام وباطل وانتوا اللي بتساعدوا الحكام يا أذناب ويا ملء الحكام تدلوا بالأموال للحكام مشان إيش انتوا تأكلوا معاهم الله إن شاء الله سم الهاري سمكم سورة البقرة 29 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله خلق لنا كل ما في الأرض جميعا إلنا بس هسه مين اللي كل شيء في الأرض له بنحطه على الأصابع الأقليات هم اللي أكلوا كل اللي الله أعطانا إياه حقوقنا حتى القبور بدكم تحرمونا إياها الله إن شاء الله ما تنقبروا وما تلاقوا قبر يحويكم ولا في الدنيا ولا في الآخر الله يبعث عليكم حجارة من سجيل ينزل عليكم مطر فساء مطر المنذرين ويخلصنا منكم ومن الشيطان إبليس اللعين أبوكم وأمكم وربكم اللي بتعبدوه أنتم لأنه والله اللي بخشى الله ما أبوك المال حرام واللي بخشى الله ما بظلم مخلوق
وما بتبع الهوى، بتبع أوامر رب العالمين. بس أنتوا الله عندكم؟ والله ما هو موجود عندكم، والله ما بتعرفوا، والله ما بتخافوا، ولا شو بفيدك الحكم والملك؟ وين الملوك اللي قبلكم والحكام اللي قبلكم؟ وين راحوا؟ كلهم مدفونين وفي عذاب جهنم خالدون بإذن الله إذا ما كانوا من الصالحين. اصحوا استيقظوا يا ناس، بتكون ضلكم تدمروا في الأرض لأيمتى؟ بتكون تبيتوا العرب؟ بتكون تبيتوا الإسلام؟ والله ما بتستطيعوا، والله غير تندموا. بس اصحوا قبل فوات الأوان، أنتوا تخشوا في الساعة تقوم علينا؟ اصلحوا وكونوا مصلحين ولا تكونوا مفسدين. سورة البقرة 168 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله بخاطب الناس المؤمن والكافر والمنافق والنصراني واليهودي، كل البشر، كل الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا، والناس ميتة من الجوع، قاعدين تتحدوا الله أنتم. الله سمح لنا نأكل ما في الأرض حلالا طيبا، أنتوا خليتوه حرام ومنعتوا الناس عن الأكل، أنتوا ضعتوا حقكم فوق الله، حكمكم صار فوق حكم رب العالمين. يا ويلكم يا من جعلتم أنفسكم آلهة كفرعون الملعون، وما صار فرعون والله غير يصيبكم إذا ما بتوبوا لله قبل فوات الأول. سورة البقرة 155 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني كل ما يصير من هسا هذا ابتلاء من رب العالمين، ابتلانا رب العالمين بالخوف من الحروب والدمار والجوع، خوف الجوع، خوف العطش، خوف التعري، خوف الفضيحة، خوف الحرب والجوع. يا الله ما أكثر الجوع في هالعهد هذا، وإحنا بالقرن 21 مش لازم إنسان يكون جوعان، بس سبحان الله. ونقص من الأموال روح أشوفوا أكثر العالم ما حمش مال يشتروا قوت يومهم، ونقص من الأموال والأنفس، أكثر ناس بموت عندهم أم العرب. صار لنا من مئات السنين وإحنا نذبح ونقتل، لا من حكام أعداء الكفار من برا، لا من حكامنا. شوفوا أحباب الله قديش في الجزائر مات، وتونس والمغرب وسوريا ولبنان من فرنسا المجرمة، وقديش مات في العراق ومصر وغيرها من بريطانيا المجرمة، وقديش ماتوا ناس في فيتنام وضربوا نووي على اليابان، حرقوا مدينتين وكل أهلها من أطفال ونساء وعجائز، وقديش دمروا في كوريا، وقديش حرقوا في العراق وبأفغانستان، وقديش هسا شايفين الدمار وقتال أهل سوريا وساكتين، وبدعموا إسرائيل. كل اللي ماتوا من وراء إسرائيل في رقبة أمريكا، كانت رقبة بريطانيا. ونقسم من الأموال والأنفس، روحوا عليه العراق شوف قديش فيها ميت من يوم من الأزل لحد الآن، كل يوم مئات آلاف. سوريا شوفوا، اليمن، بورما، بتفكروا إنه الله خلق السماوات والأرض عبثا؟ والله غير تدفع الثمن غالي، والله يقولوا عماد السعودي حكاها. بس إيش بقول له؟ ونخسر من الأموال والأنفس والثمرات، المجاعات اللي بصير في الأرض، الجفاف، المحل، بتعب الواحد ما في ثمر. هسا الثمرات مش معناتها بس الفاكهة والخضار، هذول اللي بدرسوا خلصوا الجامعات ومش قادرين يشتغلوا، صاروا شباب وبسن الزواج مش قادرين يتزوجوا، ما في ثمرة خلاص. يبتعوا يا حباب الله، بصلوا بيعبدوا ربهم ضرب على رؤوسهم، مش شايفين ثمرة العمل اللي بيسووه.
مع أنه والله الله سبحانه وتعالى ما بضيع أجر المحسنين. وكل ابتلاءات، فهي الآية تقول لكم لنبلونكم، يقول لك وبشر الصبر، ما علينا غير الصبر بس، اللهم إنا صابرين على ما يجري ومتوكلين عليك ومعتمدين عليك، تعطينا حقوقنا يا الله في الدنيا قبل الآخرة. اللهم إنا مظلومين، وأنت قلت وعزتي وجلالتي لأنصفنكم ولو بعد حين. يا رب العالمين الحين طول، هاي فلسطين قد صار لها، قد تذبح المسلمين يا رب العالمين، ألم يحين الحوان إنك تعطينا حقوقنا في الدنيا قبل الآخرة؟ ما قلت للمظلومين وعزتي وجلالتي لأنصفنكم ولو بعد حين؟ ما أنت يا رب العالمين قلت إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا؟ مش أنت ورسولك صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب؟ والله إنا مظلومين يا رب العالمين، عبادك اللي يعبدوك ولا يشتكوا فيك شيئا مظلومين يا رحم الراحمين. والصليبيين اللي بصلبوا وحاملين الصليب، واليهود اللي بيعبدوا كل شيء غير رب العالمين، والبوذية والهندوس اللي ما بيعبدوك، والمجوس عبد النيران في إيران عايشين بعزة وإحنا ما عايشين بذل وهوان. إلى متى يا رحمة الله؟ إحنا بنصبر والله بنصبر حتى تأذن أنت، بس إحنا بنسأل يا رب إلى متى، إلى متى ما ترجعنا العزة؟ سبحانك إنا كنا من الظالمين. سورة محمد 38 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم يا ربي كما ترى لا بنفقوا في سبيلك ولا بجاهدوا في سبيلك ولا حاسبين حساب لك، وبخلوا وأنت الغني وكنا فقراء إليك، اللهم بدلنا بقوم ليسوا مثل هذول القوم، أعلم أنك على كل شيء قدير. سورة القصص 76 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوى بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وأنا ببشر الأغنياء هذول المليارديرين اللي ماكلينه أموال الناس والشعوب والعباد، لا تفرحوا والله ما الكل يكون حسر عليكم، ورايحين تندموا يوم لا ينفعكم الندم. عشان هيك سورة آل عمران 108 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. آيات القرآن هي الحق، والله ما يظلم للعالمين، بس احنا نظلم بعض. سورة ياسين 37 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقهم والله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ناس عارفين شو أنتم عارفين بعيونكم قديش الناس تموت من الجوع، وأنتم يا أصحاب الأموال والسلطان عارفين قديش الناس تموت من الجوع، وحسابكم في الأرصدة البنوك مليارات. أنت تقول أنا أطعمه من لو يشاء الله أطعمه، طيب والله يكون طعامكم من إيش؟ شذ الزقوم تخلي إيش تشوي بطونكم، والله غير تأكلوا منها وتقولوا يا ليتنا نرد ولا نعمل كما كنا نعمل. أحد عليكم إذا ما بتوبوا لله. سورة الزخرف 33-35 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، إحنا صرنا أمة واحدة، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. أنتم يا أصحاب القصور والفلل ما عندكم باب بابين ثلاثة، مليون باب عندكم،
وكل باب عليه سرير تتمرجحوا عليه. هاي قاعدة العصر وهاي المغرب وهاي قاعة الحفلة وهاي أبصر إيش قصور، والناس ميتة من الجوع. وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، بس متاع الحياة الدنيا. والآخرة عند ربك للمتقين، أنت مش منهم. عشان هيك سورة الحق 34 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحض على طعام المسكين. سورة الفجر 18 ولا تحاضون على طعام المسكين. سورة الماعون 3 ولا يحض على طعام المسكين. سورة المدثر 44 ولم نكن نطعم المسكين. مين هذول؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات التي تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر. بس ربنا يعذب. الحمد لله نشفت رقي يا ظالمين، الله ينشف رقيكم الدنيا والآخرة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جناتنا تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن إيش من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هسا إيش سقر ومجرمين؟ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. أنتوا يا أصحاب الأموال من صفاتكم لم تكن تطعموا المسكين ولا تحضوا على طعام المساكين. عشان سورة النساء 26 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أنتوا لا تأتوا ذا القربى حقه ولا المسكين ولا ابن السبيل وتبذروا تبذيرا على أنفسكم. سيارة ذهب، يخت ذهب، نسوان كل مرة بتجيبوها بتشتروها بالملايين، حتى أسلحتكم بارودة أو مسدس ذهب، قصور، بتسوى حفلة لزواج ابنك بتكلفك ملايين، بتجيب مطربين من جميع أنحاء العالم، نسوانكم بيلبسوا فساتين بالملايين. أما الناس تقول تشرب لا الله لا يرده. أنا ببشركم بنزع النعم وزوال حكم ومالكم، والله راح ينتقم منكم ومن أهلكم ومن أولادكم لأنكم ما بتخافوا رب العالمين. أما الصالحين منكم اللهم زدهم هدى وتقى وأكثر من أمثالهم. عشان يا أحباب الله لو بتفكروا معاي كل إشي ذكر الله عن المال والمتع في الحياة الدنيا كله شر. يعني مثلا كلمة دينار هي من الدين والنار وتؤدي إلى النار. كلمة درهم يدر الهم. كلمة فلس يعني فلس. كلمة ذهب يعني راح. فضة فاضي، دنيا دنيئة، أهلك هلاك. بس الناس ما بتصحى. ذهب عني سلطانية، تحبون المال حب الجمة. بس يا ريت تحبوا عمل الخير حب الجمة، يا ريت تحبوا تصدقوا على الفقراء والمساكين. يا أحباب الله والله لسه الفرصة أمامكم. الجميع بحكي من أصغر بني آدم لا حاكم البلد أي بلد، ارجعوا إلى الله لأن الله غفور رحيم. والله إن الله تواب للجميع. إذا بقول لك قل يا عبادي، إذا أنت بتعبد الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. ارجعوا إلى الله بلكي الله سبحانه وتعالى يسامحكم على ما مضى من الأفعال. أنا لكم نصح أمين، بس أنا قلبي تحن الحرق اللي بشوفه كل يوم من الفقراء والمساكين من النساء والأطفال والعجائز والشباب والشابات. حقوق، الزواج حق الفتاة وشاب، البيت حق لكل إنسان يكون عنده بيت، حق كل إنسان يأكل ويشرب وما يصير عنده هم.
العلاج والدواء حق للجميع، العلم حق للجميع. شو مالكم انتم؟ ألا تتقون الله؟ ألا تخشونه؟ وإذا قيل لهم اتقوا الله أخذتم العزة بالإثم. أنا بشرقوا بعذاب أليم إذا لم ترجعوا لرب العالمين. اللهم اهدينا واهدي كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا رب العالمين. أعطينا فرصة يا أرحم الراحمين، لا تقوموا بالساعة علينا. والله يا رب عارفين إنه إحنا بنغضبك وإحنا مقصرين، سامحنا يا الله واهدينا، اهدينا الأقرب من هذا رشدا. أنت بيدك كل شيء، قادر على كل شيء. زيل هالهم والكرب والدمع سفك الدماء والفساد في الأرض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.